لو عيني، شلونكم حبايبي؟ شلون الصح والأحوال؟ إن شاء الله كله بخير وتمام العافية. اليوم الفيديو مالتي راح يكون تزيين كيك عيد ميلاد، وإن شاء الله يربي هاي الوصفة تنور رضاكم وإعجابكم وتكون وصفة سهلة عليكم. أول شي راح أقيس لكم المقادير كريمة التغطية، كريمة الشانتيه. أنا أستخدم هنا اخذ كل كوب واحد من الكريمة هاي بعودرته، كيسين يصير عندي كوب واحد. قياسة كل كوب واحد من الكريمة اخلي له مي بارد جدا، من يعني يكون من الثلاجة تطلعوه، تقريبا 3/4 الكوب من المي، يعني كوب واحد شانتيه كريم شانتيه وياه تخلون 3/4 كوب مي بارد كلش. هسه أنا راح استخدم هنا مقدار كوبين من الكاكاو، العفو من الباودر الشانتي كريم الشانتي. هسه مثل ما تلاحظون هذني صار 4 أكياس، يعني كل كيسين يصير عندي كوب واحد. طبعا أنا نوعيتهم كلش ممتازة، وحتى يعني بالخلط رأسا تجمد عندي. وان شاء الله المقادير اكتب لكم اياها في صندوق الوصف. هذا باعيني المي، هذا عندي مي بارد كلش، راح اخذ من عند كوب ونص، تقريبا كوب ونص راح اضيفه على كوبين مي، كوبين كريم شانتي. هاي استخدمها للتغطية واستخدمها كذلك، يعني خليها بين الحشوات هماتين. ولو اني يعني هاي الكيك مسويته قبل يوم ومحشيته، اخليه يعني بالفريز حتى ثاني يوم استخدمه راح يكون عندي جامد، ويكون عندي هم سهل اثناء الصقل. هنا راح اخفقه، تقريب الخفق مالته يحتاج 4 دقائق الى ان يشوفوه يعني يصير مرتفع، اكثر شيء يصعد عندي هنا لان ها نوعيته كلش ممتازة. من تشوفوا يعني الخفق مالته راح يكون لمدة 4 دقائق أو 5 لحد ما يتماسك عندي يصير بشكل صلب، ذاك الوقت يعني راح نتركه. هسه صار عندي بهاي الصورة بقى حبايبي شلون صار متماسك بعد مرور تقريبا 4 دقائق أو أقل. يعني هذا عندي نوعيته كل زينة، يعني حتى 4 دقائق، وقبل 4 دقائق هو يصير عندي هيك متماسك، يكون يعني دائما استخدم هاي النوعية كلش ممتازة. حقيقة أنا هم أشوف يعني اكو فيديوهات قنوات عراقية يقولون الخفق مالته 10 دقائق، يعني أنا أشوف 10 دقائق كلش هواية. ما اعرف، احتمال يمكن الكريمه اللي عندكم تختلف، مع العلم هي كريمه هم اخذها يعني كريمه تركيه، بس ما تطول عندي بالخفق، يعني والله العظيم يعني 3 دقائق كلش هواي عليها، راسا تصير عندي هيك متماسكه وجامده. احتمال النوعيه اللي عندكم يعني تختلف، ما اعرف، لانه اشوف 10 دقائق يعني هواي عليها. المهم عندي هاي هنا زادت، كنت يعني بالليل مسويه الكريمه محشيتها دواخل الكيكه، مثل ما بينت لكم أنا يعني حشيتها قبل يوم وبردتها خليتها المجمدة، فهذا زاد من عندها لون بنفسجي فاتح، كنت مخليها وياها لون. وراح أخفقها دمجها ويا هاي الكريمة اللي هسه سويتها، راح يصير عندي أنا يعني هاي الكيكة راح أخليها لون بنفسجي. هسه راح تندمج بصورة جيدة، وهذا عندي اللون راح أغمقه بعد أكثر، راح أضيف لها فد شي قليل هيك يعني طرف الخاشوقة هذه، لأن أريده بعد أغمق من هذا اللون. بعد ما شفت إنه بعد لون فاتح، أخذت قليل قطرة تقريبا أو قطرتين من المي وضفت لهن فدرشة قليلة كلش من هذا اللون حتى يغمق عندي بعد أكثر، يعني حليته شوية بالمي. وراح
هنا أنا راح مثل ما تلاحظون راح أدمجه بعد أكثر حتى ينطيني اللون اللي أنا أريده. هنا شوفوا حبايبي، أنا هاي مسويتهم طبعا بالليل، كملتهم حشيتهن. وهنا الحشوة مالتهن كانت هم كريمة شانتيه، وخليت لها مبروش شوكولاتة برشت لها وضفت لها موز وياهن. صار الطعم طبعا كلش طيب. هاي الخلطة دائما أسويها. وهنا هاي الجوانب مالتها أكيد حتكون مفتوحة، فأعبيها بالكريمة وبكيس نايلون ألفها وأخليها بنفس القالب اللي اشتغلت بالكيك، وأدخلها داخل الفريز حتى يعني تكون عندكم سهلة بأثناء الصقل. هسه راح أبدي طبعا هاي المقادير هماتين، إن شاء الله راح أكتب لكم إياها إذا تحبون أكتب لكم إياها، أنزلها بصندوق الوصف. هاي يعني طبعا هواي مقدمة وصفة الكيك عندي دائما يعني. وهنا دا أقيس لكم القياس مات القالب. هنا أنا هذا القالب الكبير كان 20 سنتيم، وهذا الصغير كان 16 سنتيم. هو الأفضل يكون بعد حجمه أصغر من هذا حتى تبين الكيكة بشكل مدرج أكثر، بس أنا ما كان عندي متوفر حجم أصغر، هذا كان يعني أصغر شيء عندي موجود. فالمهم إذا تسووها على طابقين خلوا بدل 16 خلوه يكون مثلا 12 سنتيم حتى يبين بعد شكلها يعني أحلى الكيكة. هسه راح أخذ هاي الكمية من الكريمة مثل ما تلاحظون حبايبي، ودائما هم راح أعطيكم في الملاحظة الكريم تخلوا لا تخلون طبقة خفيفة، تكون طبقة سميكة يعني حتى على مود أثناء الصقل ما راح تخف عندكم ويبين شكلها مو حلو، يعني يكون سمكة تقريبا سنتيم هيك شي. وأبدي أسقل بها لحد ما أوصل للشكل المطلوب. حبايبي اللي وصل لهنا أرجو منكم ما تنسونا باللايك حتى يصل عندي الفيديو. للآن دا أقدم لكم حقيقة يعني وصفات دا أتعب بيها حلوة في سبيل الاستفادة لكم حبايبي، ف يعني المرجو منكم التعاون وياي، وحتى ترفعون القناة تنطون لايك للفيديو على مود يكون أكثر مشاهدات بهذا الفيديو. وأرحب مرة ثانية بجميع المشتركين الجدد، وأنا طبعا هواي أشكر متابعاتي على كلامهم الطيب ودفعهم يعني حقيقة دائما يكون كلامهم يعني إلي دافع كلش حلو، وأنا هواي أشكرهم. وإن شاء الله ما أقصر وياكم حبايبي بتقديم يعني أفضل وصفات. وهاي الكيكة كانت مناسبة يعني عيد ميلاد ابني سجاد، وعيد ميلاد بنتي زهراء، وعيد ميلاد أخونا أبو عبد الله، هم حقيقة كان نفس التاريخ نفس اليوم يعني نفس الشهر، فلذلك جمعناهم خليناهم يعني صدفة بيوم واحد. إن شاء الله يا ربي كل عام وكل سنة هم بألف صحة وسلامة، ويخليهم إنه ويخلي جميع أحبابكم. هسه حبايبي راح عندي هاي القطاعة نستخدمها لقطع البوتيتة، هاي يعني أنا سهلكم هواي أمور، أي شيء يعني مثلا بسيط نقدر نستخدمه بتزيين الكيك مثل هاي القطاعة مالت البوتيتة. شوفوا شلون استخدمتها أزين بيها الجانب مالت الكيك. هسه راح أخليها على جانب وآخذ الثانية، هاي القالب الثاني راح يكون أصغر من ذاك القالب الأول، ونفس الشيء أزينه بنفس الطريقة. وأني هاي الكيك طبعا هواي مقدمة وصفات يعني، فإذا تحبون تشوفون موجودة عندي إن شاء الله، هم أترك لكم روابط الكيك بصندوق الوصف. ودائما طبعا هاي الوصفة أنا عندي كلش الحمد لله وشكر يعني ناجحة، وحتى كل من جربها يعني تكون ناجحة عنده، وبنفس الوقت يعني هم طيبة. هسه حبايبي راح أترككم مشاهدة الفيديو هذا، وإن شاء الله يا ربي هذا الفيديو نال رضاكم وإعجابكم. وأرجو منكم حبايبي مرة ثانية ما تنسون دعم القناة باللايك
والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين، تفعيل الجرس حتى أي شيء أنزله جديد يوصلكم، والشير للفيديو حتى إذا مثلا أصدقاء أو أهل أو أقارب يعني يشيرون بالفيديو وشاركون به حتى يكون به مشاهدات أوسع بعد. بنهاية الفيديو هذا حبايبي أرجو لكم مشاهدة ممتعة، نستودعكم الله في أمان الله، ابقوا ويانا بالفيديو حتى تشوفون بقية التفاصيل.